أهلا بكم من جديد. استأنفت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه في القضية التي عرفت إعلاميا بمحاكمة القرن، إذ استمعت اليوم إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة، ويواجه المتهمون تهما بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني.